بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف النهاردة تاج جديد في ال HTML5. تاج جديد معانا اسمه address. فكرة التاج ان هو بيتحط عشان تعرف بيه عنوان او اسم صاحب او محتوى الصفحة او عنوان لشركة او عنوان لمكان معين هيروحه شخص ما. فبالتالي لو انا جيت هنا قلت this post by مثلا وجيت هنا قلت alias tag html عملت refresh، لاحظ طلع لي محتوى الادرس this post باسلوب الايتاليك اسلوب الخط المائل، وهنا لاحظ ال html. فبالتالي ممكن انت بقى مع الكلام ده كله تعرف حاجة اسمها الميل تو ده فاليو جديد في الريف الايس تاج اسمه ميل تو. ممكن ان نحط مثلا ميل ات اكزامبل دوت كوم. اوكي تابع حيبز روح المرفرش، لاحظ هيتحول للينك يتم الضغط عليه. اول ما تضغط عليه هيفتح لك برنامج الميل او الاوتلوك على الويندوز. لو انت على الويندوز هيفتح لك برنامج الميل زي ما انت شايف كده، تبقى ترسل رسالتك من والى وهكذا. فبالتالي فكرة ال HTML الميل تو هي موجودة من ساعة الاصدار 3.2.1، لكن انا بتكلم عن الادرس. فكرتها ايه؟ فكرتها انت ممكن تحط فيها عنوان صاحب الصفحة او عنوان كاتب المقالة في ال HTML. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.